الحرز ولا الحجاب الموجود من بكري في تقاليدنا وتقاليد الشعوب الأخرى وديما كان مربوط بالخرايفة. من بين الحروز اللي عنده تاريخ قديم وطويل حرز مرجانة، ولا يقولوا عليه أنه عنده القدرة باش يخلي الراجل يحكم جنون الحب. بالصح، وش هو الحرز ولا كيما نسموه الحجاب؟ في المجتمعات المسلمة نلقاو الناس تدير الحرز باش تحمي روحها من الشر، العين، الحسد وحتى حاجات واحدة أخرى. الزمان كان يتباع عند الطلبة، وين الناس تروح تشريه باش تلقى الحل للمشاكل ديالها، كما عنده القدرة باش يحجب ويحرز الناس من كل حاجة دونية. كانوا الناس يحطوا في شعرهم ولا داخل باطة صغيرة مخدومة بالحديد ولا بالفضة، ويعلقوه في سنسلة على رقبتهم، ومرات نلقاوها داخل كيس الحرير ولا الجلد اللي مشبح بخيط الذهب. الكتيبة تاع الحرز تكون بالسماغ اللي هو حبر مخدوم بالصوف المحروق أو الماء، مكتوب ولا منقوش على الورق، جلد الغزال، الطين، النحاس، الرصاص ولا حتى الفضة. الكتيبة اللي نلقاوها فيه هي صلوات وأدعية اللي بها الناس تطلب المعونة تاع الله، تاع الرسول والملائكة والصحابة الكرام. بالصح، وش حكاية حرز مرجانة؟ الأسطورة تحكي لنا أنه في القديم كان كاين واحد الخليفة كبير ومعروف هايم في حب الخدامة نتاعو اللي كانت اسمها مرجانة، واللي كانت ماشي كامل شابة، لكن الحرز اللي كانت حطته في شعرها وما تنحيش خلاه يهم بالغرام ديالها. مرضت مرجانة وماتت. الخليفة طلب يشوفها قبل ما يغسلوها، وهنا كانت المفاجأة الكبيرة. شاف وجه مرة ماشي شباب وغير الوجه اللي موالف عليه، خاطرش الغسالة تاع مرجانة كانت نحات لها الحرز وحطاته عندها. هنا وغير شافها الخليفة وقع في غرامها، تزوج بها وجابت له زوج دريريات. نهار الموت تاعها عيطت للإمام الشيخ نور الدين الإسفاني وحكيت له على سر الحرز، وقالت له فيه اسم الله اللي به حتى دعوة ما تترد. 40 شيخ من العلماء كتبوا على حرز مرجانة وخلاوه يولي معروف في البلدان، وين ولات كل مرة تحب تتزوج تعلق حرز مرجانة. وكما كان الحال الشدة تكون في الله المتعال. من حكي لي على زمان الله يحرزنا نسمع رجالك.